بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الموقع أن يقدم هذه أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني، شعاري دائما واحد وديني في الدنا خالد نبي للهدى راهي وبالإسلام أوصاني. فهيا إخوتي هيا أناديكم إلى العليا، أعيد المجد والنحيا، نسد في ظل قرآني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نحن سمينا هذا اللقاء بملتقى الشباب، و مع أنه ملتقى الشباب إلا أنه ملتقى لجميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم، سواء كان صغيرا أو شابا أو كبيرا أو في أي مرحلة كانت. ونحن في هذا الملتقى المهم ننوه بالشباب، لأن الشباب سواعد الأمة، والشيوخ والكبار أم عقولها، وهم يعني مفكريها وهم منظريها. ونحن يهمنا في هذه المرحلة قيام الشباب وصحوة الشباب وإيجابية الشباب، لأن الشباب إذا كان سلبيا فهذه من الخطورة بمكان، فإن قلب الأمة يضيع وسواعدها تفتت بسبب أنهم لا يعرفون كيف يستخدمون شبابهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اغتنم شباب خمسا قبل خمس. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره وعن شبابه. فخص الشباب خصوصا، لأن الشباب هو نبض الأمة كما قلنا، وهو قوتها وهو ساعدها. ومع داعية الشباب شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان، وأنتم كلكم أظن تعرفونه من خلال الفضائيات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بكلامه وأن ننتبه وأن نعي كل كلمة يقولها الشيخ، فلتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. أما بعد، إخواني في الله، لو كنا من شهرين عملنا اللقاء ده كان حصل فينا كان مين هيجيب لنا عيش وحلاوة؟ كنا بصراحة انتوا ربنا يبارك فيكم يا اخواني، شكلكم يخوف بصراحة. حاضر، ربنا يبارك فيك يا اخي، انتوا شكلكم يخوف رجالة ما شاء الله، يعني لا حق الدنيا كلها تخاف من اطفيح. ربنا ينصر بكم الإسلام، وربنا يعز بكم الإسلام، ويعزكم بالإسلام، ويكرمكم بالإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فقد قال الحسن البصري: يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول: يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني،
حتى إذا جاء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب، كنت غريبا حتى أسلم عمر، كنت غريبا حتى أسلم عمر. أنت يوم القيامة لما الإسلام يشهد عليك هيقول يا رب ده عمل معايا إيه؟ يوم القيامة لما تقف بين إيدين ربنا، لما تعرض على الله ودينك يشهد عليك هيقول يا رب ده عمل معايا إيه؟ ده نصرني يا رب، ولا ما كانش له دعوة بيا يا رب، ولا كانت قضيته ما يداش مصطفى أهل حضرتك. الإسلام هيشهد عليك بإيه؟ إخواني في الله، وإحنا في الأيام دهية، الأيام اللي بلدنا فيها في خطر، الأيام اللي بلدنا فيها فعلا مهددة بخطر حقيقي، لازم كل واحد مننا يبقى إنسان جديد، لازم كل واحد مننا يتغير. أول حاجة لازم تتغير فينا أخلاقنا ومعاملاتنا يا جماعة، أخلاقنا مع بعض، أخلاقنا، أخلاق المسلمين بينهم ومن بعض، أخلاق الجيرة بينهم ومن بعض، أخلاق الأرحام بينهم ومن بعض، أخلاق المسلمين مع غير المسلمين، أخلاق الناس اللي بيشتغلوا لدين ربنا مع بعض، لازم معاملاتنا تتغير. بيقول لك في نملة حبة جمل، فراحت رتبت البيت بتاعها وراحت الجمل، قالت له أنا بحبك وما أقدرش أعيش من غيرك. قال لها طب وبعدين عايز إيه؟ قالت له لازم تيجي تعيش معايا وأنا ما أقدرش أعيش من غيرك. الجمل وافق وفضل ماشي ورا النملة، النملة ماشية والجمل وراها، لحد ما راحوا للبيت بتاع النملة فلقى بيت قد كده أهو، فبيقول لها يعني ما هذا؟ قالت له ده بيتنا اللي أنا عايش فيه. قال لها إما أن تتخذي بيتا يليق بمحبوبك أو تتخذي محبوبا يليق ببيتك. يا إما يبقى أخلاقنا على قد ديننا يا جماعة، يا إما تبقى معاملاتنا على قد ديننا، يا إما إحنا كده ممكن نبهدل ديننا معانا. عايز أقول إيه؟ عايز أقول يا جماعة إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا إن امرأة دخلت الجنة بسبب إيه؟ بسبب كلب سأته، كلب سأته. انت عارف يعني الجنة؟ يعني خدت قصور الجنة وانهار الجنة والنظر لوجه الله في الجنة وصحبة المرسلين في الجنة ونعيم الجنة وطعام الجنة عشان كلب سأته. امال بقى عشان بني ادم، عشان بني ادم تحسن المعاملة بتاعته. انتوا تعرفوا يوم القيامة 50,000 سنة، 50,000 سنة من ايام الدولة العباسية والاموية والعثمانية ما جاش 1,000 سنة، من ايام سيدنا ادم لما نزل على الارض لحد دلوقتي ما جاتش 10,000 سنة، 50,000 سنة حساب. ضمن الحساب ده في مرحلة اسمها القنطرة. القنطرة ايه القنطرة دي؟ القنطرة دي مرحلة بعد العبور من على الصراط، يعني بعد العبور من على جهنم وقبل دخول الجنة في مرحلة اسمها القنطرة. ايه وظيفة القنطرة دي؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ بتحاسب على معاملاتك. المكان اللي انت هتتحاسب فيه على مراتك عملتها ازاي، المكان اللي انت هتتحاسب فيه على زوجك وولادك، المكان اللي هتتحاسب فيه على جيرانك، المكان اللي هتتحاسب فيه على ارحامك، المكان اللي واحد زي القذافي ممكن يلاقي شعب ليبيا كله مستنيه هناك لانه ظلم شعب كامل، المكان اللي كل واحد ظلم هيلاقي المظلوم مستنيه، وكل واحد سرق هيلاقي المسروق مستنيه، وكل واحد قتل هيلاقي المقتول مستنيه، المكان اللي هتتحاسب فيه على حقوق العباد. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ايه، اتدعو عليه الصلاة والسلام، في بلاد بتصلي على النبي وبلاد ما بتصليش على النبي، أطفح بيصلي على النبي ولا أخ عليه الصلاة والسلام، ربنا يبارك فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك أتدرون من المفلس؟ يعني المفلس يا جماعة؟ المفلس ده واحد أشهر إفلاسه، يعني واحد كان غني مبارح أشهر إفلاسه والفلوس بتاعته خدها الديانة، يعني زي ما تسمعوا كده أحمد عز جمدوا رصيده، صفوت الشريف جمدوا رصيده واتمنع من السفر، أو ده اللي يحصل على القنطرة، تجميد رصيد الحسنات للي ظلم حد من العباد ومنع من دخول الجنة لحد ما تتخلص الحقوق. أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، العبادات 10/10، ولكن يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، يقول له رصيدك اتجمد، ده يقول له هات حسنات، وده يقول له هات حسنات، وده يقول له هات حسنات، لحد ما تفنى حسناته فيطرح عليه من سيئاتهم فيلقى في النار والعياذ بالله. يعني شوف الاخلاق والمعاملات ربنا اختلها مكان، قدامك الجنة وراك النار،
كأن ربنا بيقول لك ان اخلاقك ومعاملاتك ممكن تدخلك الجنة وممكن ترجعك النار. اخواني في الله، دي قضية من ضمن القضايا، قضية من ضمن القضايا اللي احنا محتاجينها، قضية ان احنا معاملاتنا تتغير، قضية ان احنا معاملاتنا بيننا وبين بعضنا تتغير، قضية ان كل واحد مننا يبقى راجل، ان كل راجل منكم يبقى راجل من رجالة الدين، ان كل واحد وكل واحدة بيقول لا اله الا الله يبقى راجل من رجالة الدين. جملة اب جه لابنه بعد ما ابنه كبر قال له يا ابني انت كبرت وبقيت راجل، انا من بعد كده ما عدتش اصرف عليك ولا اكلك ولا اشربك ولا اسكنك الا لو جبت لي كل يوم 5 جنيه هنا. ابنه قال هجيب ال5 جنيه دي منين؟ انا عمري لا اشتغلت ولا اعرف طريق الشغل. امه خدته على جنب قالت له تعالى يا ضنايا انا هديك كل يوم ال5 جنيه ونرحم نفسنا بقى من البهدله اللي ابوك عايز يبهدلها لك دي. كل يوم امه تديله ال5 جنيه. الولد يروح لابوه اخر الليله، تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين ال5 جنيه؟ ايه يقوم مقطعها. الواد يبص له ويمشي. تاني يوم تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين ال5 جنيه؟ ايه يقوم مقطعها. كل يوم ابوه يعمل كده لحد ما في يوم امه قالت له يا ابني انا فلوسي خلصت. يعني ايه؟ يعني انا وانت هنتفضح لو ما خرجتش اشتغلت، انا وانت هنتفضح قدام ابوك لو ما خرجتش اشتغلت. ومن قبل الفجر الاخ الشاب ده خرج يدور على شغل، طلعت عينه عم لقى شغل، طلعت عينه عم بشتغل ب5 جنيه. اخر اليوم راجع لابوه بيقول له اشتغلت يا ابني؟ قال له اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين ال5 جنيه؟ اهو جاي ابوه يمد ايده عليها قال له عندك قطعها وما تقطعنيش، ده انت تقطعني وما تقطعهاش، ده انت تفرمني وما تقربش منها. ليه؟ لان ال5 جنيه دي تعب فيها، لان ال5 جنيه دي فعلا تعب فيها. اهو احنا الوقت يا جماعه طلعنا كل واحد مننا لقى في البطاقه مسلم، لقى كلمه مسلم في البطاقه. طيب انت تعبت عشان الاسلام؟ لما فلسطين ياخدوها الوقت يضربوا غزه بالطيارات، لما العراق يقسموها 3 دول احنا مش زعلانين. ليه؟ لان احنا ما بذلناش دمنا عشان الاسلام زي الصحابه. ابو بكر الصديق كان يقول اينقص الدين وانا حي؟ الدين ينقص وانا حي ازاي؟ الدين ده كامل بتضحياتي، كامل بحياتي، لا يمكن ابدا اسيب الدين ينقص وانا عايش. لازم تبقى راجل، لازم تبقى راجل من رجال دينك، لازم تشيل مسؤوليه الاسلام، لازم تبقى راجل من رجال الدعوه الى الله، لازم تبقى راجل بمعنى الكلمه. الراجل اللي احنا عايزينه لازم يبقى جميل. جليبيب صحابي النبي عليه الصلاه والسلام كان ذميم قبيح ولكن كان راجل. الراجل ده لازم يبقى غني. بلال كان عبد لا يملك شيء وكان راجل. الراجل ده لازم يبقى قوي. ابن مسعود كان لما اصحابه يشوفوا رجليه يضحكوا من شده نحلته وضعفه وكان راجل. امال الراجل ده صفته ايه؟ الراجل ده راجل زي ربيعه بن كعب الاسلمي لما راح للنبي عليه الصلاه والسلام. ربيع كان شاب من شباب الصفه، فقير، ممكن ما فيش في رجليه حاجه لابسها، ممكن ينام من غير عشاء لان ما حدش تصدق عليه بعشاء، ملوش بيت بيروح بيه بالليل زي ما انت تروح بعد المؤتمر على بيتك لان هو ملوش بيت اصلا يسكن فيه فعايش في المسجد. ربيع بن كعب الاسلمي كان بيخدم النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام مره قال له سلني يا ربيع محافظ حلوان بيقول لك اطلب اللي انت عايزه، انا عايز شقه في المساكن، انا عايز اعانه شهرية، انا عايز يبقى ده طلبك. انما ربيع بن كعب الاسلامي الرسول عليه الصلاه والسلام حاكم الدوله بيقول له سلني يا ربيع اطلب يا ربيع. قال له اسالك مرافقتك في الجنه. قال له او غير ذلك؟ يا ربيع ده انت ما عندكش بيت، اطلب بيت تسكن فيه. يا ربيع ده انت عايز تاكل، اطلب اكل، انت جعان، اطلب فلوس، اطلب اعانه شهريه، اطلب اتوسط لك عند حد يجوزك بنته، او غير ذلك؟ قال لا اسالك غيرها يا رسول الله، لا اسالك غيرها، انا مش عايز غير دي، انا الاخره عندي هم من الدنيا، انا كل قضيه حياتي ان انا اوصل لربنا، انا كل قضيه حياتي ان انا ربنا يرضى عني. عارفين الراجل
اللي سافر يا جماعة القاهرة عشان عنده مصلحة فيها في برج في الدور العشرين، فراح القاهرة والبرج ده مليان شركات ومليان حاجات، فرايح الاسانسير هيبقى زحمة عم اطلع الدور العشرين ويجي دوري، راح ملقاش ولا واحد واقف قدام الاسانسير، دخل وضرب رقم 20 وطلع وهو فرحان انه هيقضي مصلحته بدري، وهو في الدور الخمستاشر الاسانسير وقف في وش حيطة قاعد يستنى حد ينقذه ينقذه ومحدش بينقذه، يستنى حد يعبره ومحدش حس بيه، هو البلد ما فيش سكان ولا ايه؟ هو محدش حس بيه، بدا يحس ان الهواء بيخلص، بدا يحس ان الدنيا حر، بدا يحس ان هو متوتر، بدا يحس ان هو مش عارف يعمل ايه، اخيرا افتكر الحمد لله ده انا معايا محمول، هتصل باللي انا كنت طالع له، طلع المحمول وقدرت ترتعش وضرب رقم اللي كان طالع له وحط التليفون على ودنه سمع عفواً لقد نفذ رصيدكم. تعمل ايه لو انت مكان هذا الرجل؟ تعمل ايه لو انت مكانه وعامل كل سلفني شكرا ومعهوش كلمني شكرا؟ تعمل ايه لو انت مكان الراجل ده؟ يا جماعة ده موقف من مواقف الدنيا رصيدك خلص فيه، انما مواقف الاخرة لو اتقلت فيها لقد نفذ رصيدكم تعمل ايه؟ لو انت معدي من على الصراط والصراط نص نور والنص التاني ظلمة وبتقول ربنا اتمم لنا نورنا، يا رب تمم النور، يا رب لو ظلمت عليها مش هعرف اهدي، يا رب مش هعرف اكمل، وانت عارف يعني ايه الصراط، عارف نهر النيل لو على يمينه برج 20 دور وعلى شمال برج 20 دور ومديت حبل ما بين السطح ده والسطح ده وقلت لك عدي تعرف تعدي؟ هتقولي لا يمكن. ليه؟ لان تحت ميه. امال لو تحتك نار تعمل ايه؟ امال لو تحتك نار؟ تخيل لو الصراط ده من الصراط على جهنم، ده ماسوره ممدوده على البحر المتوسط وبقول لك عدي، هتعدي ازاي؟ تخيل لو في الموقف ده وواحد عايز يعدي والدنيا ظلمت، ربنا اتمم لنا نورنا لقد نفذ رصيدكم. رصيدك خلص، معكش رصيد حسناتي يكفي ان الصلاة كله تنور، معكش رصيد حسناتي يكفي. يا اخوانا الوقت الشباب في مصر زعلان، زعلان ليه؟ يقول لك فلان الفلاني باعوله مليون متر بمليون جنيه، فلان الفلاني خد 30 كيلو متر بخمسين الف جنيه، طب انت زعلان ليه؟ اهدار المال العام. طب انت بتهدر الاخطر من المال العام، انت بتهدر عمرك، انت المفروض وصفة عمرك ده انك تشحن رصيد عشان يوم القيامة، بتشحن رصيد عشان تقرب بيه من ربنا، بتشحن رصيد عشان تدخل بيه الجنة. الرجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام واسلم ودخل في المعركة شوية وجات غنائم، النبي عليه الصلاة والسلام بعت له نصيبه في الغنائم، جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما هذا يا رسول الله، ورمى الغنائم، ما على هذا اتبعتك؟ انا ما جيتش عشان دنيا، انا ما جيتش طريق ربنا وعايز دنيا، انا مش عايز مركز، انا مش عايز اي حاجة غير رضا الله سبحانه وتعالى، انا مش عايز اي حاجة غير جوار الله في الفردوس الاعلى، ما على هذا اتبعتك؟ انما اتبعتك على ان اضرب بسهمها هنا في رقبتي فاموت فادخل الجنة. المشهد التالي في نفس المعركة في نفس الغزوة في نفس الوقت، جثة واحد جاية للنبي عليه الصلاة والسلام، داخل سهم من ناحية في رقبته وخارج من الناحية الثانية، وواحد شايله، والنبي عليه الصلاة والسلام بيبص له بتعجب، أهو هو أهو هو هو ده اللي من شوية كان بيقول عايز اموت الموتة دي، اللي من شوية كان بيطلب نفس الموتة دي، صدق الله فصدقه الله. يا الصدق جميل قوي يا شباب، الصدق جميل قوي يا امة محمد، انت عايز ايه؟ ايه الحاجة اللي انت فعلا نفسك تعملها لدينك قبل ما تموت وقبل ما تقابل ربنا؟ يا جماعة الدنيا دي منتهية منتهية، كل حاجة رايحة رايحة، انما انت عملت ايه لدينك؟ قدمت ايه للاسلام؟ قدمت ايه لدينك؟ قدمت ايه لدعوتك؟ عملت ايه في صلتك بينك وبين ربنا؟ النبي عليه الصلاه والسلام وهو في غزوه يلاقي واحد من الصحابه بيتوضى ما غسلش كعب رجليه، النبي يقول له ويل للاعقاب من النار، يعني اللي مش يغسلش كعب رجليه في الوضوء ده يا ويله من النار. يا رسول الله احنا في غزوه، هو ده وقت ان احنا نتكلم في فقه الوضوء؟ يا رسول الله في غزوه لا، خد بالك
خدي بالك اكبر مشكلة شغلاك الوقتي، اكبر مشكلة شايل همها الوقتي، اكبر مشكلة قلقاك الوقتي. لو انت مت النهاردة وقابلت ربنا هتبقى اكبر مشكلة شغلاك، ما تجيش زي اصغر امر من اوامر ربنا انت ما انتش متابعه الوقت. هتبقى اكبر مشكلة شغلاك، ما تجيش زي اصغر معصية انت بتقع فيها الوقتي. لازم يبقى في صلة بيننا وبين ربنا، لازم يبقى في صلة حقيقية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. احنا الوقت في فترة خطيرة، دينك بيتحارب، دينك بيتحارب على ارض مصر اللي ابن خلدون قال عليها من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام. بقى دينك بيتحارب الوقت. تسمعوا عن العلمانيين يا جماعة، تسمعوا عنهم، تسمعوا عن العلمانيين اللي في مصر الوقت، اللي بيقولوا فصل الدين عن الدولة. يعني ايه فصل الدين؟ عارفين لما طالب يبقى طالب فاشل وساقط وما قوش نافع وخايفين يبوظ العيال، يقوموا يعملوا لهم المدرسة قرار ايه؟ قرار فصل. او ده فصل الدين، عايزين يفصلوا الدين من الحياة، عايزين يقولوا للدين اطلع برا، عايزين يقولوا الدين ملوش دعوة بحياتنا. عارفين لما واحد يفصل رقبة واحد عن جسمه، عايزين يذبحوا الدين من الدنيا، عايزين يذبحوا الاسلام من الحياة. دول اللي بيقولوا فصل الدين عن الدولة. تخيل في ناس بتقول على ربنا ايه لما ربنا بيقول ألا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله، ألا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله. كلمة شنيعة واعتقاد شنيع، ولكن ربنا بيقوله عشان يعرفك دول قد ايه في اجرام عندهم. امال انا بقول ايه دلوقتي؟ انا بقول لك عارف العلمانيين بيقولوا ايه؟ عايزين يقولوا ربنا في مواضيع ربنا يتكلم فيها ومواضيع ربنا لا يتكلم فيها. عايزين يقولوا ربنا لو قلت لنا كتب عليكم الصيام هنقول ماشي، لو قلت لنا كتب عليكم القصاص هنقول لا. عايزين يقولوا لو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام جه الوقت، جه الوقت في الدنيا، هنقول له ممنوع تدخل مجلس الشعب، ممنوع تدخل مجلس الوزراء، ممنوع تدخل قصر الرئاسة. ليه؟ الدين مكانه في المسجد، الدين يلزم حدوده، الدين ملوش مكان في حياتنا. لما قلنا لهم عاوزين ربنا قالوا لنا ماشي، بس احنا عندنا نوادي وسينمات ومراقص. طب عايزين ايه؟ فين البديل؟ لو عايزين ربنا الاول ادونا البديل. احنا النهاردة هم اللي جايين يقولوا مش عايزين ربنا، مش عايزين شريعة ربنا، ربنا ملوش حكم علينا. والعياذ بالله، ما هو ده معنى فصل الدين عن الدولة، ان ربنا ملوش حكم علينا. انتوا بتقولوا مش عاوزين ربنا، طب ماشي، بس زي ما لما قلنا لكم عاوزين ربنا قلتوا ده فين البديل؟ احنا النهاردة لما بتقولوا مش عايزين ربنا هنقول لكم فين البديل. هتقولنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية احكم من ربنا واحنا نمشي وراه. هتقولنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية اعلم من ربنا واحنا نمشي وراه. هتقولنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية ارحم بينا من ربنا واحنا نمشي وراه. انهم يريدون ان يعاملوا الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم. عايزين يتمردوا على حكم ربنا، عايزين يذبحوا الدين. عارف يعني فصل الدين؟ يعني واحد ماسك سكينة لدينك، ماسك سكينة لدينك وبيقول الدين ملوش دعوة بالدنيا، الدين لازم يذبح من الدنيا، الدين مكانه المسجد بس. لما دينك بيتحارب كده عايزين رجالة يا شباب، عايزين رجالة تدافع عندنا، عايزين كل واحد مننا يلتزم بدين ربنا، عايزين كل واحد مننا يبقى جندي من جنود ربنا سبحانه وتعالى، عايزين كل واحد مننا يبقى مع ربنا، يبقى مع ربنا رجل، عايزين راجل، عايزين كل واحد منكم يبقى راجل، راجل حقيقي من رجالة الإسلام، من رجال الدين الله سبحانه وتعالى. تقدر تبقى راجل، تقدر تبقى راجل تدافع عن دينك وتدعو لدينك. يا اخوانا احنا قلنا عايزين المادة التانية من الدستور، انتوا عارفين اكبر مشكلة عشان المادة التانية من الدستور تتطبق هما مين؟ عارفين مين؟ احنا. عارفين احنا ليه؟
يا اخوانا لو كل بنات مصر لبسوا الحجاب وبنات جامعات القاهرة واسكندرية وبنات نوادي مصر وبنات المحافظات وبنات ثانوي لو كلهم لبسوا الحجاب وجي اوباما يحكم مصر مراته هتلبس ايه؟ حجاب. هتلبس حاجة غير الحجاب؟ لو كل رجالة مصر صلوا الفجر في الجامع هل ممكن اي رئيس دولة ما يصليش الفجر في الجامع؟ يبقى القضية فينا احنا. احنا اتحط قدامنا البنوك الاسلامية والبنوك الربوية السنين اللي فاتت، معظم الشعب هو اللي اختار البنوك الربوية. احنا محكمة الاسرة طبقت قانون المواريث الاسلامي 100% السنين اللي فاتت. امال مين اللي كان ورث مين؟ ومين اللي كان ورث اليتامى؟ ومين اللي ممكن يبقى قاعد معانا الوقت وسطنا وهو واكل مال اخته او مال اخوه او مال يتامى؟ يبقى المشكلة عند مين؟ اللي نزلوا الثورة ما نزلوش يصلوا الفجر في الجامعة بعدها ليه؟ عايزين صلتنا بربنا تتغير. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني لو قرية أطفيح ده ايه؟ رجالتها ونسائها كلهم بقوا مع ربنا، ما ربنا بيقول كلا إن معي ربي. طب كلا إن معي ربي، ربنا يبقى معايا ازاي وانا مش معاه؟ لو انا ما بصليش الفجر ربنا يبقى معايا؟ لو انا مش مع ربنا ربنا يبقى معايا؟ عايزين ربنا يبقى معانا، عايزين ربنا يفتح علينا بركات من السماء والارض، عايزين ربنا، عايزين يا جماعه نبقى جنود لله. قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم. يوم ترى، يوم ما هتشوف، يوم ما هتشوف اللي التزم بدين ربنا خد ايه. يوم ما كل شاب في الجامعه فتن بالمعاصي هيشوف اللي التزم خد ايه. يوم اهل الدين واهل طاعة ربنا يترفعوا على منابر من نور. يوم ترى كل واحد مستني يوم، البنت مستنيه يوم ما يتقدم لها عريس، ودي مستنيه يوم ما هتتجوز، وده مستني يوم ما يتخرج، وده مستني يوم ما يلاقي وظيفة. انت ايه اليوم اللي انت مستنيه؟ ايه اليوم اللي انت بتحلم بيه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. الراجل جه لابنه وابنه لسه في حضانه، قال له: يا ابني خد الحصاله دي، كل فلوس تجي لك حطها في الحصاله، هتلاقي زمايلك بيجيبوا بيها شيبسي وحاجه ساقعه مالكش دعوه. اسمع كلام ابوك، يوم ما تكبر وتفتح الحصاله هتعرف نصيحه ابوك كان شكلها ايه. الولد دخل ابتدائي كان المصروف بتاعه قروش، اصحابه كان يروح يجيبوا بيه حاجه حلوه وهو يحط الفلوس في الحصاله، وكلهم يبصوا يقولوا ده مجنون ده ولا ايه؟ هو ما بيمتعش نفسه ليه؟ هو مش عايز زينا ليه؟ كبر ودخل اعدادي، مصروفه كبر، بقى يقدر يوصل وصلة نت في بيته ويدخل على المواقع اللي هو عايزها، ولكن لسه بيحط الفلوس في الحصالة. وهم بيبصوا هو مجنون ده ولا ايه؟ هو حارم نفسه من المتعة ليه؟ كبر ودخل ثانوي، مصروفه كبر، بقى يقدر يجيب محمول ويكلم من عليه اللي هو عايزه، ولكن لسه بيحط الفلوس في الحصالة، ولسه الكل بيقولوا ده مجنون ده ولا ايه؟ كبر ودخل جامعة، بقى يقدر يعمل حاجات تانية كتير، بقى يقدر يعمل معاصي تانية كتير، ولسه بيحط الفلوس في الحصالة. يا جماعة اطفيح ما تطمنش. انتوا دلوقتي مشهورين في مصر انكم رجالة مصر في العالم كله. اطفيح دلوقتي ماركة عالمية رجالة. يعني ده فرح؟ هو ده الفرح بتاعكم؟ امال لو خناقة يبقى ايه بقى؟ ربنا يغفر لأهل أطفيح وينصر أهل أطفيح ويبارك في أهل أطفيح ويملأ حياتكم بالبركة يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صاحبنا دخل الجامعة ولسه بيحط الفلوس في الحصالة، تخيلوا ده يوم ما يفتح الحصالة دي كل الناس هتبص له ازاي. اهو دول الصحابة اللي فضلوا يحولوا كل حاجة على الاخرة، يحولوا كل حاجة على الاخرة. تخيلوا دول يوم ما الصحيفة بتاعتهم تتفتح، يوم ما حسناتهم كلها يحصدوها، هيبقى فرحتهم قد ايه. انا عايز اقول لكم يا رجالة، انا عايز اقول لكم يا اخواننا ويا اخواتنا، انا عايز اقول لكم ان لازم صلتنا بالله تتغير، لازم. اوعى لو حد
بيتريق عليك تسمع تريقته. اوعى لو التزمت بدين ربنا وحد سخر منك تسمع سخريته. عارفين الملك اللي اتولد له ابن بودن واحده، الوقت اتولد بودن واحده، جمع الرباطيه بتاعته قالوا ما نعمل ايه، الولد ودن واحده ده هينفع يمسك الحكم بعد ازاي؟ قالوا له بسيطه، نقطع ودن لكل طفل في القريه، اما كل الاطفال يكبروا بكره يبقى كلهم بودن واحده. قطع ودن كل طفل في القريه، مرت الايام وبقت القريه كلها بودن واحده. فجي واحد زي حالاتكم كده بودنين نزل القرية عشان مصلحة. أول ما نزل الأطفال بتوع القرية كلهم جروا ورايز فوق، أبو ودنين أهو، أبو ودنين أهو. أهو اللي بيسخر من الملتزم ده اوعى تسمع سخرية حد منك. أنت أبو ودنين، أنتوا الصح يا شباب، أنتوا أمل الأمة دي، أنتوا رجالة الإسلام، أنتوا اللي لو اتحركتوا لدينكم الدنيا كلها تتغير، انتوا اللي دينكم مستنيكم، انتوا امل الامه دي، انتوا القوه الضاربه للاسلام في الدنيا. يا جماعه ما تستقلوش بنفسكم، ما تستقلوش انتوا ممكن تعملوا للدين ايه، ما تستقلوش انتوا ممكن تقدموا للدين ايه. وفي النهايه، في نهايه الكلمه، محدش يملك لحد حاجة في الدين. يعني لو الأذان ادى الواحد راح والتاني ما راحش، اوعوا تفتكروا ان اللي ما راحش لانه مش عايز، ده ما راحش لان ربنا ما اختاروش. اي حد ممكن يدخل نادي، اي حد ممكن يدخل قهوة، اي حد ممكن يدخل سايبر، بس مش اي حد يدخل بيت ربنا، مش اي حد ربنا يسمعه عنه، مش اي حد ربنا يختاره. شهوات الدنيا كلها ما تسويش سجدة من ايدين ربنا، متع الدنيا كلها ما تسويش آية في الثلث الاخير تبكي وانت حاسس ان ربنا راضي عنك وانت بتقراها. عايزين نبقى مع ربنا عشان ربنا يبقى معانا. ربنا يسددكم ويبارك فيكم وينصر بكم الاسلام ويفتح عليكم. اللهم اخرج من هذه القرية دعاة وداعيات وعباد وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات. اللهم انزل من نفحاتك على اهل هذه القرية، اللهم انزل من بركاتك على اهل هذه القرية. اللهم يا ربنا، اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، اللهم تب علينا توبة لا نضل بعدها ابدا، انك ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر. يعني تواصلا مع كلام الشيخ، فسؤال للشيخ، يعني من نحن وماذا نريد؟ من نحن وماذا نريد؟ بص يا اخواني، بص يا جماعه، قال تعالى هو سماكم الايه، هو سماكم المسلمين. احنا بتوع ربنا يا جماعه، احنا لازم نبقى اكتر ناس بنحب ربنا وبنخدم دين ربنا في الدنيا. يا جماعة، يا اخوانا، اكتر حاجة توحد الامة دي ان الامة دي تلتف حوالين علمائها. لما الشيخ محمد حسين جالكوا هنا كنتوا فرحانين ولا لا؟ لما الشيوخ جم هنا كنتوا حاسين بالعزة ولا لا؟ كنتوا حاسين ان احنا ايد واحدة ولا لا؟ اكتر حاجة توحدنا ان احنا نمشي ورا سلف الامة وورا العلماء اللي ماشيين على نهج سلف الامة. ان احنا نتعلم ديننا يا جماعة، ان احنا نعرف ديننا، ان ما عادش حد يضحك علينا، ما حدش يخدعنا، نبقى ناس ماسكين في دين ربنا سبحانه وتعالى. لما ربعي بن عامل دخل على رستم قال له من انتم؟ انتوا مين؟ انتوا انس ولا جن؟ انتوا ايه؟ قال له نحن قوم ابتعثنا الله. نحن قوم، يعني قوم كلهم ايد واحدة، احنا ايد واحدة، احنا هدف واحد، احنا امة واحدة. ابتعثنا الله يعني عندنا مسؤولية، عندنا رسالة. يا شباب، الشباب لما حس مرة بالمسؤولية بهر العالم، عمل ثورة بهرت العالم. في اوروبا بيقولوا ليس هناك جديد فيما حدث. ليه؟ المصريون دائما يصنعون التاريخ. الشباب لما مرة حس بالمسؤولية غير اكبر دكتاتور في العالم. ربعي بن عامر بيقول ابتعثنا الله، احنا عندنا مسؤولية، احنا عندنا
عندنا رسالة، احنا عندنا مهمة. انتوا يا شباب عشان ربنا يستعملنا لنصر دينه لازم نبقى كلنا ايد واحدة، لازم بيوت ربنا تجمعنا، لازم علمائنا والناس اللي عندها علم نلتف حواليها عشان نقدر نوصل لربنا، عشان نبقى ايد واحدة، عشان نبقى قوة واحدة. انما الامة دي لو فضلت ممزقة عمرها ما تعمل حاجة. عشان كده من نحن؟ احنا رجالة الاسلام في الارض، احنا اللي ماشيين ورا السلف، احنا اللي ماشيين ورا الصحابة. وماذا نريد؟ عايزين نغير الدنيا كلها، عايزين الخمسة مليار واحد اللي على غير لا اله الا الله، اللي كل يوم منهم بيموت 200,000 واحد على غير لا اله الا الله. لو شفت قطة بيولع فيها نار قلبك هيتقطع، ما بالك ببني ادم هيترمي في جهنم ومحتاجك انك تنقذه من النار. ماذا نريد؟ نريد انقاذ الدنيا كلها، نريد ان امة الاسلام تبقى اعظم امة في الحياة. لازم تحسوا ان ليكوا رسالة وليكوا قضية، ولازم شيوخنا شيخ مصطفى ربنا يبارك فيه، مشايخنا الافاضل، مشايخكم هنا لازم تلتفوا حواليهم وربنا يبارك فيكم ويسددكم وجزاكم الله. جزا الله شيخنا شيخ حازم داعية الشباب. والان نتكلم عن دور الشباب واهمية الشباب وكيف نفعل دور الشباب في كل مكان وفي كل موطن. وهذه خبرة الشيخ مصطفى دياب شيخنا الفاضل، وهو خبرة في هذا الأمر، ونسأل الله تعالى أن نستفيد منه وأن ينفعنا ويشرح صدره ويسر لنا وله المسلمين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الشباب في هذه الأمة له دور عظيم، بل وفي كل الأمم له هذا الدور العظيم. ولقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتربية هذا الجيل المبارك، جيل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتخريج هذا الجيل الذي قال الله عز وجل عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم من أنتم أيها الشباب؟ من أنتم؟ قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هؤلاء ثلاثة، من أنت؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا الظالم لنفسه، هذا الذي يذنب ويتوب ويرجع مرة أخرى إلى ربه تبارك وتعالى، هذا الظالم لنفسه الذي كثرت سيئاته، تجاوزت هذه السيئات الحدود فأصبحت سيئاته أكثر من حسناته، ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد، تساوت الحسنات مع السيئات. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أعماله كثيرة، خيره أكثر من شره، حسناته أكثر من سيئاته. هؤلاء ثلاثة. أيها الشباب، من أنتم في هذه الثلاثة؟ هل أنت الظالم؟ هل أنت المقتصد؟ هل أنت السابق بالخيرات؟ أخي الشاب، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ثلاثة، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. أنت اليوم شاب، تستطيع أن تفعل كل شيء، تستطيع أن تلعب وتلهو وتجري، تستطيع أن تقوم وتصلي وتصوم وتعبد، تستطيع أن تجاهد، تستطيع أن تنافح، تستطيع أن تفعل كل شيء،
لكنك إذا كبر سنك، إذا هرمت، إذا ضعفت، كيف تستطيع القيام؟ كيف تستطيع الصيام؟ كيف تستطيع البذل لدين الله تبارك وتعالى؟ في شبابك تستطيع أن تجري في مصالح الناس هنا وهناك، تستطيع أن تعبد الناس لربنا تبارك وتعالى. شباب قوة حيوية يتدفق النشاط في عروقه، لكنه إذا كبر سنه وإذا ضعف بدنه لا يستطيع أن يقوم. يقوم ليصلي لا يستطيع أن يصلي، يقوم ليقوم الليل ليس له حظ ولا نصيب. انظر، إنها مأساة أن تمر عليك هذه الحياة وأنت لا تستطيع أن تستفيد من هذه الحياة. حياتك، حياتك قبل موتك، ومن قبل شبابك قبل هرمك، ثم بعد صحتك قبل سقمك. أخي الحبيب، هل ذهبت إلى إحدى المستشفيات ورأيت المريض طريح الفراش عاجز لا يستطيع أن يرفع يد أو رجل، لا يستطيع أن يقوم من فوق الفراش، لا يستطيع أن يصلي، لا يستطيع أن يتكلم؟ أرأيت كيف من الله عز وجل عليك بهذه الصحة وأعطاك العافية تستطيع أن تتكلم؟ لسانك كيف تتكلم به؟ عينك كيف تنظر بها؟ يدك، رجلك، أعضاءك، كل هذه أعضاء سليمة الله سبحانه وتعالى رزقك إياها. ثم إنك تنحرف، ثم إنك تعصي بها ربك الله عز وجل. رزقك هذه العين لماذا؟ لتنظر إلى ما حرم الله، لتنتهك ما حرم الله، أم لتنظر بها إلى ما أباحه الله عز وجل وأحله؟ هذه الأذن لماذا؟ لتسمع بها الأغاني والموسيقى، لتسمع بها ما يحرمه الله، أم لتسمع بها الذكر وتلاوة القرآن؟ لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى هذه اليد؟ تخيل لو أن يدك شلاء، أو أنك كسيح صعيد لا تستطيع الحركة، كيف تمشي على قدمك؟ تذكر عروة بن الزبير رضي الله عنه كان في زيارة لأحد الملوك، ثم إنه مات ابنه فقام ودفنه، ولما خرج من القبر وجد أن ساقه قد أصابه المرض، فأجمع الأطباء على أن يبتروا هذه القدم. هو بيزور هذا الملك، ابنه مات، ابن عروة مات، فقام بدفنه بنفسه. ثم لما قام من القبر وخرج وجد أن رجله أصابها المرض، فأجمع الأطباء ألا ممدوحة عن بتر الساق، يعني لازم يبتروا الساق، وفعلا بتروا الساق من غير بنج، من غير بنج. تخيل رجل تقطع، بداية يقطعون اللحم ثم يأتون بالمناشير وينشرون العظم، فيسيل الدم يتدفق، فيضعون رجله في الزيت المغلي حتى يضمد هذا الجرح فيغشى عليه رضي الله عنه. ولما يفيق يقول أين الساق المبتورة، أين الرجل المبتورة؟ فيأتونه بها فيقلبها بين يديه ويقول أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. اسمع، يقلب هذه الساق ويشهد الله ويقول أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه ليعلم أنني ما مشيت بك إلى حرام قط. أخي الحبيب، تخيل لو أن ساقك بين يديك، هل تجرؤ أن تقول لها هذا؟ رجلك هذه هل تحملك في ظلمات الليل إلى المساجد أم إلى الملاهي والمراقص وهنا وهناك؟ هل تحملك إلى طاعة الله تمشي بها في سبيل الله ولله، أم تحملك إلى معاصي وذنوب وسيئات؟
كيف تشهد عليك رجلك؟ كيف تشهد عليك يدك؟ كيف تشهد عينك، أذنك، لسانك؟ يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الأعضاء شاهدة، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إيدك راح تشهد عليك، رجلك راح تشهد عليك، عينك راح تشهد عليك، كل عضو من أعضائك راح يشهد عليك يوم القيامة. ولذلك الإنسان يقول لأعضائه التي شهدت، يقول لها سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل. أنا كنت أدافع عنكم، كنت أبص بعيني عشان أمتع عيني، كنت أسمع بودني عشان أمتع ودني، لكن النهاردة بيتبرأهم بيشهدوا عليك. قال سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. أنت اليوم فراغ، أنت اليوم في فراغ، يجب عليك أن تستفيد من هذا الفراغ، تبذل هذا الفراغ لخدمة دينك، للارتقاء بنفسك، لتربية ذاتك، لتعلم نفسك وتربيها وتهذبها، ولتعمل في سبيل الله. كيف ينتشر الإسلام في هذا الربع وهذا المكان وهذه القرية؟ كيف ينتشر الإسلام؟ بمن؟ نستورد علماء؟ أم بكم أنتم يا شباب تتعلمون وتتعبدون وتدعون إلى الله تبارك وتعالى؟ بكم أنتم ينتشر هذا الدين، وبأمثالكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذا الدين في كل ربوع الأرض. أخي الحبيب، دورك عظيم، دورك تحطيم الأصنام. تحطيم الأصنام، ما هي الأصنام؟ ما هي الأصنام؟ صنمك أنت الذي تعبده، الذي تطيعه، الذي تجري وراءه وتترك من أجله دين ربك. كل صاحب معصية هي صنم، كل صاحب ذنب هو صنم، صنم في قلبك. إبراهيم عليه السلام حمل الفأس وكسر الأصنام، وأنت ماذا تحمل؟ وهل تستطيع أن تكسر الأصنام؟ هل تستطيع أن تكسر ذنوبك ومعاصيك؟ هل تستطيع أن تنتصر على شهواتك؟ هل تستطيع أن تنتصر على رغباتك؟ نريد أن نحطم الأصنام. في قلبنا صنم كبير يحتاج إلى التحطيم، وكل واحد منا يعرف صنم هذا، ينظر إلى النساء، وهذا يسمع الأغاني، وهذا يشرب كذا وكذا، وهذا يفعل كذا وكذا. وكلنا ذو ذنب، وكلنا ذو صنم، يجب إزالته، ويجب تحطيمه، ويجب كسره، حتى نستطيع أن نطهر تلك القلوب وأن نعبدها لربنا تبارك وتعالى، ونملأها بالتوحيد والاتباع والتزكية. تلك هي أصول دعوتنا السلفية، التوحيد والاتباع والتزكية. توحد ربك لا شريك له، تعبده لا شريك له، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم ما أجرا، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. كيف كانت دعوته؟ أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوحيد، الاتباع، نقتفي أثر النبي، نقتفي أثر الحبيب صلى الله عليه وسلم. إلزم غرزه، امشي خلفه، اتبع أمره صلى الله عليه وسلم. لا تتبع أهواءك، لا تمشي بمزاجك، ولكن انظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والزم غرزه وامشي خلفه
وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ. وإن تطيعوه تهتدوا، الهداية الكاملة التامة في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم تزكية لهذا القلب الذي ملأه المرض، ملأته الذنوب، ملأته المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلوب قلب إلا له سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. اسمع هذا الحديث: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. أي قلب؟ قلب أي واحد مننا له سحابة، سحابة سوداء ملؤها الذنوب والمعاصي. ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. كلنا يرى القمر يوم البدر، لما تمر السحابة سوداء من أمامه أين يذهب ضوءه؟ أين يذهب بريقه؟ يذهب ينطفئ. فما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم. قلبك مضيء بالطاعة، مضيء باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مطيع بصلاتك بصيامك بعبوديتك لربك، بينما القمر مضيء إذا علته سحابة فأظلم. مرت عليه سحابة ظلم. هكذا قلب العبد يصلي يصوم يدعو يتصدق يتخرب وهو في طاعة، ثم تأتيه الذنوب فتكون كالسحابة، السحابة السوداء التي تطفئ نور القلب فيعيش في ضنك، يعيش في غشاوة، يعيش في بعد، يعيش في أرق. كثير مننا يقول متضايق قرفان مخنوق، من ايه ده كله؟ من ايه الاحساس ده؟ ده احساس الذنوب، ده احساس السحابة السوداء على قلب العبد. بين القمر مضيء، كان مضيء بالطاعة، مضيء برحمة ربنا، بين القلب، بين القمر مضيء، إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء. كيف يضيء القلب؟ كيف يعود للقلب نوره وبهاؤه؟ إذا أقبلت بالتوبة على ربك سبحانه وتعالى يجلو القلب، يطهر القلب، العبد يطيع ربنا. كلما هممت بالطاعة قلبك يضيء. الطاعة تنير القلب، الطاعة تنير القلب. فإذا أقبلت بالطاعة على ربك تجلت تلك السحابة وأصبح القلب مضيء ملؤه الطاعة وملؤه الحب لربنا تبارك وتعالى. أخي الحبيب، الله عز وجل يربي هذه الأمة. اسمع: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة، أول أمورك بعد توحيد ربك الصلاة، الصلاة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. أقم الصلاة تربية للنفس، بناء للذات، وأمر بالمعروف دعوة. لا تصلي وتصوم فقط، ما هو دورك؟ ما هو بذلك؟ ما هو مجهودك مع أهلك وأقاربك وجيرانك وأحبابك؟ ما هو الدور الذي تبذله؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. ولا تظن أن الأمر سهل، لا تظن أن الدعوة سهلة، ربما هذا يهزأ بك ويسخر منك. لا تعبأ، لا تهتم، لا تنشغل، امضي في طريقك، امضي في طريقك كما قال الله عز وجل: ولا يلتفت منكم أحد
وامضوا حيث تؤمرون. انت ماشي في طريق الالتزام، ماشي في طريق الطاعة، ماشي في طريق الدعوة، بتعلم ده الصلاة وبتعلم ده القرآن وبتعلم ده الإيمان، والناس ممكن تهزأ بك وتسخر منك. نوح عليه السلام كانوا يسخرون منه، كانوا يهزؤون به، ومع ذلك استمر في بناء السفينة. تخيل لو ان القوم عندما مروا على نوح وسخروا منه، لو انه ترك بناء السفينة ثم اتى المطر، اتى السيل، كيف سيكون الامر؟ لغرق نوح ومن معه، لكن نوح عليه السلام يستمر في هدفه، يستمر في عمله، يستمر في دعوته. وامضوا حيث تؤمرون، ويصنع الفلك، وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ثم يأتي أمر ربك، كيف؟ قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. انظر، يطيع ربه، يستمر في عمله، يدعو إلى الله، يسخرون منه، يستهزئون به، ويستمر ويصبر. ثم يأتي الفصل، يأمر ربنا عز وجل السماء فتمطر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ماء كثير، مش كده وبس، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض تتفجر بعيون، ماء من الأرض وماء من السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أمر محسوب، قدر، قدره الله عز وجل، يلتقي ماء السماء مع ماء الأرض وتطفو هذه السفينة التي بنيت في الصحراء وتسبح، وينجو نوح عليه السلام، ويهلك كل من لم يركب حتى ابنه، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعد ما انتهى، بعد ما انتهى وأنهى الله عز وجل الأمر، أهلك الطغاة والظالمين، أمر الله عز وجل وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي. الله عز وجل أمر الأرض تبلع ماءها، وأمر السماء أن توقف أمطارها، وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر، واستوت على الجودي. نجا نوح لأنه استمر في الدعوة، استمر في العمل، لم يلتفت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. لكن علي لا يعرف كيف سيدعو الناس، فوقف ولم يلتفت، وقف ولم يلتفت، ونادى بأعلى صوته: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ وهو لم يلتفت، قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولم يلتفت. هكذا ينبغي أن نكون، امضي ولا تلتفت، امشي ولا تلتفت. أخي الحبيب، دورك، دورك أنت اليوم. ما دور الشباب في هذه المرحلة؟ دورك الثورة. ثورة؟ ثورة ايش؟ ثورة انتهت، هذه ثورة تصفيح. ممكن يكون في ثورة تصفيح ولا خلاص كده؟ هل ممكن نلاقي ميدان تصفيح ونقف فيه؟ مش لازم نقف في ميدان تصفيح، ولكن احنا عايزين اهالي تصفيح كلهم يثوروا على قلوبهم، يثوروا على ذنوبهم، يثوروا على تقصيرهم،
يثور على الخلل الذي في مجتمعهم حتى يرتقي هذا المجتمع ويكون من أفضل المجتمعات، حتى يخرج لنا دعاة يعبدون أهل الأرض وينشرون النور والخير في ربوع الأرض. هذا صعب؟ ممكن أم صعب؟ ممكن أخوانا؟ عايز أسمع، ممكن ولا صعب؟ اللي بقول ممكن يرفع ايده كده، والباقي ايه دي 77 دي ولا ايه؟ عايزين اعلى من كده، اعلى من كده. كلنا ممكن نخدم ديننا، كلنا، مفيش حد صعب عليه. لازم نسور على اخلاقنا، ما نعرفش نبطل شتيمه، ما نعرفش نبطل سرقه، ما نعرفش نبطل نهب، ما نعرفش نبطل ربا، ما نعرفش نبطل ذنوب ومعاصي، ما نعرفش نبطل كبائر. اعتقد انت اقوى من كده، انت تقدر تعمل كده، لكن مش بحولك وقوتك، مش بمخك وعضلاتك. امال بايه؟ بايه؟ عايز اسمع. بالله، وما بكم من نعمة فمن الله. لو عندك قوة على التغيير، منين؟ من الله، من الله. ولذلك لا ينبغي أن نقطع الحبل بيننا وبين ربنا، لا ينبغي علينا أن نقطع الصلة بيننا وبين ربنا. المدد، العون، السند من الله تبارك وتعالى. لابد أن نصور على كل باطل، على كل مزيف، على كل خلق رضيء، على كل معتقد فاسد. لابد من الثورة، ثورة على العلمانية، ثورة على الليبرالية. تعرفون الليبرالية؟ الليبرالية يدعون أنها الحرية المطلقة التي لا تتقيد بدين، يعني كل واحد حر يعمل اللي عايز يعمله ومفيش دين يحكمه. هي دي الليبرالية، وهم دول الليبراليين الذين يقولون نريدها دولة ليبرالية، يعني حرية، اللي عايز يزني يزني، واللي عايز يسرق يسرق، واللي عايز يفجر يفجر، ولا دين يضبطه. بشر الحافي، تسمعون عن بشر الحافي؟ أكيد أكيد نسمع عن بشر الحافي. ليه سمي بشر الحافي؟ هو اسمه بشر بن الحارث، لكن ليه سمي بشر الحافي؟ بشر الحافي هذا كان زينا كده، معاصي وذنوب، ولكنه كان بيعمل حاجة خطيرة جدا. مرة عنده أصدقائه في البيت قافلين على نفسهم الأوضة وعمالين يغنوا ويرقصوا، جايبين بقى مغنية، ما كانش فيه شريط كاسيت ولا اسطوانة ولا سي دي ولا كلام من ده ولا ريكوردر ولا حاجة، عايزين يسمعوا أغنية يجيبوا المغنية على طول يحطوها تغني. كانوا جايبين مغنية وعمالة تغني تغني والمعازف شغالة. مر واحد ما نعرفش اسمه ولا رسمه ولا شكله، محدش يعرفه، مر على بيت بشر الحافي، خبط على الباب، طلعت الجارية فقال لها سؤال، قال لها يا جارية، صاحب الدار حر أم عبد؟ قالت بل حر، قالت بل حر، قال صدقتي، لو كان عبدا ما تجرأ على معصية ربه، وتركها وانطرف. فخرج بشر يقول لها من الذي أتى؟ قالت رجل أتى وقال كذا وكذا وكذا، ذهب ليبحث عنه فلم يجده، فمرغ وجهه في الأرض بعد أن رآه بعيدا، لحق به، مرغ وجهه في الأرض أمامه وقال له بل عبد بل عبد بل عبد. خرج من بيته حافيا فسمي بشر الحافي. ماذا تريد؟ العبودية أم الحرية؟ أنت حر أم عبد؟ أنتم أحرار ولا عبيد؟ لله تبقى قمة الحرية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، مين اللي قام؟ الرسول سبحان الذي أسرى بيه؟ بمين؟ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مين عبده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم.
أشرف مقام هو مقام العبودية لله. تقول وبكل فخر أنا عبد ربنا، أنا عبد ربنا بكل فخر. إذن نحن عبيد، لا ليبرالية ولا ديمقراطية، هذه أشياء عفنة. يوم القيامة، قبل يوم القيامة، من علامات الساعة تكون الحرب بين اليهود والمسلمين، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر. حرب تقوم بين المسلمين وبين اليهود، حرب كبيرة، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر. ربنا ينطق الشجر والحجر، الجمادات بتنطق، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ماذا تلاحظ؟ الشجر والحجر لما جم ينادم قالوا: يا مصري، قالوا: يا ليبي، قالوا: يا سوري، لا يمكن قالوا: يا علماني، او يا ليبرالي، او يا صليبي، يمكن، لا قالوا: يا مسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، فيأتي فيقتله. أرأيت كيف يكون الشأن يوم القيامة؟ كيف يكون الشأن من علامات يوم القيامة؟ ثم ما دورك؟ دوري ودورك هو دور الأنبياء، وهذا شرف لما تكون شغلتك هي شغلة الأنبياء. انت مثلا ممكن والدك يكون شغال هنا وانت مبسوط قوي بالشغله وعجبك وعايز تطلع نفس شغله والدك، بتحبها. طب ايه رايك لما تشتغل نفس شغله النبي؟ بتحبه ولا لا؟ بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ايه رايك لما تشتغل شغلته؟ كان شغال ايه؟ معضله صعبه. الرسول عليه الصلاه والسلام بعد البعثه كان شغال ايه؟ ايه؟ داعي إلى الله، داعي إلى الله. يعني إحنا نشتغل دعاء وما نزرعش الأرض وما نشتغلش في المصانع وما نتعلمش؟ لا، راح نتعلم ونشتغل في الأرض ونشتغل في المصانع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هتاكل وتشرب وتشتغل وتتجوز وتعمل كل حاجة، ولكن في رسالة، في مهمة، دور أنت بتأديه، أنك بتعبد ربنا وبتعبد الناس لربنا، بتدعو الناس لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، لتنذر أمة القرى ومن حولها. رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام مش لمكة بس، مش للمدينة بس، لتنذر أمة القرى ومن حولها. لما نيجي نبص كده من حولها لغاية فين؟ تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلى الله عليه وسلم. فهمت أخوانا؟ المساحة اللي احنا بنشتغل عليها أصفيح بس، دعوتك في أصفيح بس، في قريتك بس، ولا في العالم كله؟ رسالتك لمين؟ للناس كلها. انت مش اقليمي، انت راجل عام، لتنذر ام القرى ومن حولها. اذن رسالتك رسالة عظيمة، رسالة خطيرة قام بها الانبياء من قبلك، وانت لك سمت ولك هج، انت كالانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار اول ما نزل عليه الوحي رجع وهو ايه؟ بيرتعش،
قال زملوني زملوني دثروني دثروني. مين اللي قابلته؟ خديجة رضي الله عنها. أول ما حكى لها اللي حصل قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا. يعني ربنا مش هيضيعك، ربنا مش هيخزيك، ربنا مش هيذلك أبدا. ليه التحصين ده؟ ليه الرعاية دي؟ ليه الحماية دي؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خمس حاجات بيعملهم صلى الله عليه وسلم. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لا تصل الرحم. صلة الأرحام كيف حالها بيننا؟ هل أنت كداعي إلى الله عز وجل تصل رحمك؟ تصل أقاربك؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل كلا. إنسان التعبان الضعيف الذي لا يستطيع أنت تعينه، أنت تساعده وتكسب المعدوم، الفقير الذي ليس عنده شيء تعطيه وتعين على نوائب الحق. أي مصيبة تقف وتساعد وتعاون. إذن عملك وسط المجتمع، دورك وسط المجتمع. لا تقول ليس لي دور، لا تقول ذلك، ولكن انظر إلى أدوار أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم صغار السن. عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه كان عنده 11 سنة كده، وعبد الله ابن أبي بكر أثناء ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار كان بينزل يروح مكة يسمع الكفار بيفكروا في ايه وبيقولوا ايه، ويرجع تاني ينقل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى اساس ذلك يخطط النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ القرار، نفضل قاعدين ولا نمشي. دور عبد الله بن ابي بكر كان قوي جدا. غير كده هو دار الارقم ابن ابي الارقم كان عنده 16 سنة وكان يتم في بيته اعظم واخطر اجتماع عرفته البشرية. كل الصحابة الاوائل اتربوا فين؟ اتربوا في دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه. محمد بن قاسم الثقفي ده كان عمره 17 سنة، شاب عمره 17 سنة، وكان يقود جيش اولا فتح السند والهند، الاثنين فتح السند والهند. طبعا السند والهند دي احنا بنسمع عنها كده زمان، يقولك انت ايه، انت جاي من السند ولا من الهند، حتت بعيده قوي. محمد بن القاسم فتحها كان عنده 17 سنة، قاد جيش 12,000 جندي و3,000 فارس، يعني جيش فيه 15,000، بيقودهم شاب عنده كم سنة؟ كم سنة؟ نسيته؟ 17 ولا 16 ولا 12؟ 17. انت عندك كم سنة؟ اظن اكتر بكتير من 17 ولا 17 على الاقل. اعمل زيه. لا تقول ليس لي دور. شمامة رضي الله عنه اول ما التزم، اول ما امن، قال للنبي صلى الله عليه وسلم اريد العمرة، فقال له اعتمر ولكن على شريعة الله. يعني هتغير برنامجك ولا مش هتغير برنامجك؟ هتغير برنامجك. يعني هتغير برنامجك يا اخوانا، كل واحد مننا له نظام في حياته، ممكن النظام ده يتغير ولا مش ممكن؟ لازم يتغير، لازم يتغير عشان يكون وفقا لما أراد الله عز وجل، يتغير عشان يكون وفقا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. لابد لهذا الليل من آخر، لابد لليل الذنوب من آخر، لابد لليل الظلم من آخر، لابد لليل المعاصي من آخر، لابد من التوبة، لابد من التوبة. ويوم التوبة يوم فرح، يوم فرح، يوم نشعر فيه بأن دوت يوم له ما بعده وأنه يوم جديد. مريم رضي الله عنها كانت عابدة تصلي في المحراب، وكان يدخل عليها زكريا عليه السلام. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله،
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انتبهوا أيها الأحباب، مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب، كل ما يدخل عليها إليها واقفة فين؟ واقفة فين؟ في المحراب ولا قدام المراية؟ في المحراب ولا تلهو؟ في المحراب. هذه هي التربية، تربية شباب المحاريب، الشباب الذي يتربى في المحراب، الشباب الذي يتربى في بيت الله، الشباب الذي يتربى على طاعة الله. نريد شباب المحاريب ولا نريد شباب المحاميل الذين شغلوا بالموبايل ورناته والبلوتوث ونغماته. أين الشباب اليوم الذي يستطيع أن يكتشف نفسه ويكتشف غيره؟ احذر، هناك بعض الجمل دايما أنت تقولها لنفسك علشان ما تتحركش وعشان ما تعملش حاجة وعشان ترضى بالواقع اللي أنت فيه، وده غلط، لازم تتغير. بعض الجمل احذر أن تتكلم بها. ساعات واحد يطلب منك حاجة تقول أنا طاقتي محدودة، ما أقدرش، طاقتي محدودة، لي حدود معينة ما أقدرش أتجاوز. ساعات تقول أنا رأيي مش مسموع، ما حدش رح يسمع لرأيي مهما قلت ومهما دعيت، ما حدش رح يسمع لرأيي، ما تقولش كده. ساعات تقول هو أنا هغير الواقع، زي الناس اللي بتقول هو احنا هنغير الكون. ممكن تغير الكون، هو احنا ما نعرفش نغير الكون؟ هي رسالتنا ايه؟ مش رسالة تغيير الكون؟ لتنذر أم القرى ومن حولها، تغيير شامل، تغيير كامل. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ لا زوي لي منها. اوعى تقول أنا جندي بس، أنا بعمل المطلوب مني وبس، ما بفكرش. لا، لازم تفكر ولازم تبدع ولازم تعرف إنك لك دور ولك مكان. كانوا بيقولوا مثلا زمان قصة كده، هو صغيرة بس انت مين فيها؟ انت الحجر؟ ايه الحجر ده؟ كان هناك سد كبير وفيه حجر صغير، سد كبير كده حيش المية، وبعدين فيه حتة حجر صغيرة في ركن من اركانه، فاحتقر هذا الحجر دوره. الحجر ده حس انه ملوش لازمة، قال لك انا حجر صغير، انا هعمل ايه يعني؟ انا ماليش لازمة، انا ماليش دور. احتقر هذا الحجر دوره فانتحر، رمى نفسه، وقع نفسه. فلما انتحر حصل ايه؟ في خرم في السد، فانهمر الماء من هذا الثقب، فانهمر الماء فانهار السد وغرقت المدينة. غرقت المدينة بسبب ايه؟ بسبب واحد احتقر دوره، بسبب واحد حس ان كلمته مش مسموعة، بسبب واحد حس ان انا لو دعيت الناس مش راح يسلموا، مش راح يسمعوا كلامي، عشان كده سكت، او عشان كده ما رضاش يتكلم، او عشان كده احتقر دوره. غرقت البلد. لماذا تغرق البلد؟ لماذا تغرقها؟ لا تخاف، لا تخاف من الفشل، ولكن تعاونوا، تعاون مع إخوانك على طاعة ربك تبارك وتعالى. أنت من؟ أنت يوسف عليه السلام، يوسف الصديق، أم أنت إبراهيم الحليم الرشيد، أم أنت غلام الأخدود الذي قام ودعا إلى الله تبارك وتعالى وعبد الناس لربهم تبارك وتعالى؟ أخي الحبيب، أين مقامك؟ أين أنت عندما تتخلف عن الطاعة؟ ماذا تفعل؟ كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك قال فأحزنني أني لا أجد في المدينة إلا رجلا مغموسا في النفاق، أو امرأة أو رجل من أهل الأعذار. لما تخلف كعب بص في المدينة كده، هو مين اللي ما راحش يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما لقاش غير منافق أو امرأة أو رجل كبير معذور. طب انت مين لما لا تقوم ولا تدعو ولا تتحرك ولا تبذل لدين الله عز وجل؟ لما اخوانك يعملوا الطاعة وانت مش معاهم، انت فين؟
انت بتعمل ايه؟ انت بتطيع ربنا ولا بتعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ احرص ان تكون مع الطعاة مع الطائعين. وابن ادم يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ صدرك غنى واسد فقرك، ولا تنشغل بهذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أخي الحبيب، لابد أن تصبر وأن تتحمل الأعباء وأن تتحمل ما يبذله الناس من اضطهاد لك أو تضييق عليك. اصبر، لأن الصبر فيه الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. ولا بد أن تستمر على دعوة ربك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تتوقف، بل عليك أن تعبد الناس لرب الناس تبارك وتعالى. عليك عبء كبير أن تبني نفسك وأن تصلح نفسك وأن تصلح من حولك. اصلح نفسك وادعو غيرك، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال: هناك هجمة شرسة في الفضائيات على الإسلاميين، وصورون الناس يعني ويحون إليهم أن الإسلام خوف ورعب وقلق، فلماذا يخافون من الإسلام؟ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، يخافون من الإسلام لأنهم لا يعرفون الإسلام، يخافون من الإسلام لأنهم يجهلون حقيقة هذا الدين. ويجب أن نعلم أن الحرب بين الحق وبين الباطل منذ خلق الله عز وجل آدم وأمر إبليس بالسجود. قال إبليس لرب العالمين: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وأبى أن يسجد لآدم. قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن العداوة قائمة. طلب إبليس من الله عز وجل أن ينذره، أن لا يقتله وأن يمهله. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لما ربنا سبحانه وتعالى أنظره وتركه حتى يوم القيامة، ينبغي أن يتوب أن يرجع. لكن إبليس كانت له مهمة، إبليس له رسالة بيأديها. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. أيها الأحباب، الرسالة واضحة. هم يريدون الباطل، هم يريدون الأهواء، هم يريدون الحريات المطلقة التي لا تقيدهم. هم لا يحبون أن يكون هناك دين يقول لهم حلال وحرام. ولهذا سيظل هذا الوضع إلى أن تقوم الساعة، حرب بين الحق والباطل. وفي الأيام القادمة ستزيد هذه الحرب. الحرب لم تنتهي، ولكنها ستبدأ، لأن الساحة الآن مفتوحة للجميع، مفتوحة للمسلم ومفتوحة للكافر. الأمر أصبح سوق عرض وطلب. أنت تبذل جهدك لبيان رسالتك ولبيان دينك ولبيان سماحة هذا الدين العظيم. الناس لا تعرف، الناس أول ما تقول لهم هنطبق الإسلام يفتكروا إيه على طول؟ أطلع الإيد على طول، تقول يا عم هو أنت حرامي؟ حتى لو كنت أنت حرامي، هل الإسلام معناه أو تطبيق الشريعة معناها أطلع الإيد؟ يا أخوانا، الحدود 8 حدود، كل الحدود اللي عندنا هم 8 حدود. أما الشريعة فهي الإسلام، الإيمان، الإحسان، إنك تعيش
تقوليش قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الشريعة إزاي تاكل؟ تاكل حلال ولا تاكل حرام؟ إزاي تشرب؟ تشرب خمر ولا تشرب مية ولا تشرب مباح ولا تشرب؟ إزاي كل حاجة إزاي تعملها؟ إزاي تتجوز؟ إزاي تطلق؟ إزاي تتوضأ؟ إزاي تصلي؟ إزاي تتاجر؟ إزاي تكسب؟ إزاي كل ده شريعة، نظام حياة. هم لا يريدون النظام الإلهي، لا يريدون النظام السماوي، كما قال الشيخ حازم يريدون قتل وذبح الشريعة، يريدون فصل هذه الشريعة عن حياة الخلق. والناس ربنا عز وجل خلقها على ايه؟ مفطورة على ايه؟ الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أعداء الإسلام هم الذين يحرصون على إبعاد الناس عن الدين. ودوا بيحملنا رسالة إن إحنا لازم نوضح للناس ديننا، لازم نعرف الناس يعني إيه إسلام حتى يحبه الناس ويقبلوه. ولا يمكن إنك أنت تعيش بدون إسلام. أنت مسلم، كيف ترضى أن يحكمك غير شرع الله عز وجل؟ الله هو الذي خلق والله هو الذي يحكم. ولذلك أقول إن الحرب بدأت ولم تنتهي. كل كلمة ممكن داعية يقولها يطلعوا يعملوا عليها فرح العمدة، يطلعوا يعملوا فرح العمدة عليها ويهللهم ويصيحوا إيه؟ عشان غلطة صغيرة، وهم بيغلطوا كبائر، لكن الغلطة الصغيرة منك أنت مش مقبولة، لأنهم يريدون أن يشوهوا الإسلام. هذا ما كانت تفعله قريش. قريش دخل عليها طفيل بن عمرو الدوسي، راجل أديب قريب ذكي فاصل، أخذوا يكلمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسحرك، يفعل بك كذا كذا كذا، حتى إن الرجل العاقل، الرجل العاقل يحط قطن في ودنه عشان ما يسمعش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك؟ التشويش الإعلامي جاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة؟ جاب نتيجة، إنه حط قطن في ودنه. لكن إرادة ربك فوق الجميع، الضوء الخافت، الجهد البسيط. هو إبراهيم عليه السلام لما ربنا قال له وأذن في الناس بالحج، مسك مكبرات الصوت، طلع على الإنترنت، طلع على الفضاءات، على القنوات الفضائية، صوته وصل لغاية فين؟ ومع ذلك الناس لغاية النهاردة بتلبي دعوة إبراهيم وبتسمع دعوة إبراهيم عليه السلام. الصوت الخافت المخلص بيوصل، الكلمة الصادقة المخلصة تجد طريقها إلى القلوب مهما طال عليها الزمان. صوتك الواطي المنخفض مش معناه إنك مش هتنتصر، بالعكس. وكم من فئة قليلة غلبت، غلبت ايه؟ فئة كثيرة بإذن الله. إذن العبرة مش بالكثرة، انت أكثرية، انت أكثرية، لكن للأسف احنا أكثرية مش عارفين ديننا، مش فاهمين ديننا كويس. بس كلنا بنحب الدين، كلنا بنحب الإسلام، كلنا عايزين نبقى كويسين. عشان كده سهل جدا ان احنا ننصلح، سهل جدا ان احنا نقف صف واحد. شفت المشكلة اللي حصلت عندكم؟ الناس كلها اتلمت ولا ما اتلمتش؟ هما الاخوة اللي ضربوا، الاخوة اللي كسروا، ولا الناس هي اللي كسرت؟ الناس هي اللي كسرت. ليه؟ عشان الناس بتحب الإسلام، عشان الناس بتحب الإيمان، عشان الناس ما بترضاش بالكفر، فلما شافوا الكفر لازم يغيروه. الناس وفاهم بيته الدين وحببه في الدين. هل احنا هنحتاج لوسائل إعلام ولا غير وسائل إعلام؟ مش محتاجين، خلاص ابذل جهدك، بلغوا عني ولو آية. إخواننا الحرب شديدة ومحتاج فعلا جنود كتيرة، وكل واحد مننا يقدر يخدم الدين. يخدمه ازاي؟ كل واحد ليه طريقة يخدم بيها، لكن لازم نجتمع عشان خدمتنا تصب في قناة واحدة تبقى أقوى، تبقى أفضل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نقطة ان احنا بنشتغل للدين يعني، ولذلك الناس تكسر او تعمل. طبعا الدين ليس هو حماس، وانما الدين بيأتي يضبط الحماسات. والإخوة والحمد لله أول ناس
يعني انا سئلت من صول ومن الاخوه اللي هو عندهم الكنيسه، قلت لهم وقفوا واحرصوا الناس واحرصوا النصارى واياك اي حد يكسر اي حاجه. فهذه النقطه مهمه جدا التنبيه عليها. طيب كيف يجتمع الناس وما هي الضوابط في اجتماع الناس حتى يصير كل المسلمين على قلب رجل واحد حتى لا يكون هناك تفرقة وكده؟ يعني لأن بعض الناس بيقول في تبليغ وفي سلفيين وفي إخوان وفي، فنريد يعني إيه ضوابط الجمع يعني؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة هو طريق واحد لابد أن نسلكه. هذا القرآن وهذه السنة كانت في حياة مين؟ كانت في حياة الصحابة. مين اللي طبق الإسلام والدين؟ الصحابة. مين اللي فهم أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. مين اللي فهم القرآن؟ الصحابة. عشان كده احنا لما نيجي نعيش في حياتنا لازم نعيش بفهم سلف الأمة، نشوفهم فهموا ازاي الآيات، فهموا ازاي الأحاديث، فهموا ازاي الأحكام ونطبقها. إذن لابد أن نتوحد أولا على المنهج الذي سنعمل به، ثم نتعاون على البر والتقوى ليكن لنا هدف واحد هو تعبيد الناس لله تبارك وتعالى باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أعبد الناس لله ولكن أمشي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام بدون بدع بدون غرفات بدون شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. إلزم غرزة وإن تطيعوه تهتدوا. إذا الأمور سهلة واضحة، نتعاون نتحاب لا نتباغض لا نتحاسد، ولكن نكون على قلب رجل واحد، نحاول نقرب الصفوف فيما بيننا، نجتمع على العمل بكتاب الله وسنة النبي بفهم سلف الأمة. ولو رجعنا إلى علمائنا لكان فيه الخير والبركة. هذا الغلام الصغير كان له راهب بيعلمه ولا ما كانش له راهب؟ كان يرجع للراهب. كل ما تحصل له مشكلة كان بيروح لمين؟ كان بيروح للراهب بيحلها له، حتى أصبح الغلام غلام التغيير. أصبح الغلام غلام التغيير. إذا لا تستبعد، لابد أن يكون لك رائد، لابد أن يكون لك عالم ترجع إليه وتقتفي أثره حتى نهتدي بإذن الله تبارك وتعالى. كبير جدا وهم رؤوسنا في الحقيقة، ودور العلماء فيه الخير والبركة واتباعهم نعمة. الله جل وعلا يقول فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي الأمن وفي الخوف ينبغي رد الأمور إلى العلماء، لأن الفتنة كما قال ابن عباس إذا أقبلت أدركها العالم وإذا أدبرت أدركها كل أحد. وعلى أي حال الناس لابد لهم من رؤوس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فكذا كذا لازم الناس تتخذ رؤوس، فإذا لم يتخذ رؤوس من العلماء أو الإنسان ليس له رأس وليس له يعني الناس يرجع إليهم فهو العياذ بالله هالك وهو العياذ بالله يضل. لكن لابد أن نكون خلف علمائنا، وهذه هي النعمة. إذا كان الشيعة يتمسكون بالعلماء تمسك أشد، والنصارى يتمسكون بالقساوسة تمسك شديد جدا، وإذا كان اليهود يتمسكون بحاخاماتهم فنحن أولى الناس بالتمسك بعلمائنا. ونحن مع هذا نعلم أنه إذا أخطأ العالم لا نتابعه. ومعنى لا نتابعه مش معناه يعني نفقد الأدب مع العالم، طبعا لا، لأن العالم جايز عليه الخطأ، لكن مع أدبنا لا نأخذ منه ولا إيه ولا نتعصب له. فلابد أن يكون لنا رؤوس. ونحن في هذه الأيام يا أخوانا لابد لكل واحد منا له دور. وهذا هو السؤال بقى لشيخنا الشيخ مصطفى، فما هو دور الشباب وخصوصا في المساجد؟ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. أنا ألخص الأول كلمتين: اصلح نفسك ثم ادعو غيرك. اصلح نفسك ثم ادعو غيرك. الأول يجب علينا إعداد أنفسنا،
ينفع ان انت تمشي بالعربية من غير بنزين؟ ينفع؟ لا، يبقى اشحن الاول وبعدين امشي. طب يعني افضل واقف لغايه ما اشحن؟ لا، انت مش ممكن تحط الموبايل في الشاحن وتفضل تتكلم وانت بتشحن. اشتغل وانت بتشحن، اشتغل، اصلح نفسك وادعو غيرك. علينا دور كبير جدا. تهذيب انفسنا ده شيء خطير. اخطر حاجه بتخلي الشاب يترك طاعه ربنا ويترك الدعوه الى الله عز وجل هي المعاصي. اخطر حاجه بتخلي الشاب يرجع لورا هي الذنوب. اكتر حاجه بتخلي الشاب ما يقدرش ينجح هي معصيته ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك تجد لقمان عليه السلام بيربي ابنه على المراقبه، يقول له انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. اسمع، ربنا عز وجل يقول يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل. لو ان الانسان عمل ذنب صغير جدا من خردل فتكن في صخره جوه صخره او في السماوات، ذنب في السماء، واحد بيعمل ذنب جوه طياره طايره في السماء او في باطن الارض ياتي بها الله. ان الله لطيف خبير، يعلم كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ايضا ان هذه الذنوب مهما دقت ومهما اختفت فان الله سبحانه وتعالى يكشفها. قال لو ان احدكم يعمل في صخره صماء لا قوه لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. يعني لو ان واحد بيعمل ذنب جوه صخره مقفوله، شايف الطوبه كده، لو واحد جوه الطوبه جوه الصخره جوه الزلطه بيعمل ذنب مقفول عليه خالص، زلطه ما لهاش لا شباك ولا باب، حد شايفه؟ ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذا العمل ويخرج هذا العمل. إذن الذنوب اكبر عائق، يبقى نهذب نفسنا ونرب نفسنا. ضر في مساجدنا ان احنا نعبد الناس لله سبحانه وتعالى. الاولاد الصغيرين سواء كانوا مراحل ابتدائي او في الاعدادي او في الثانوي، ليه ما نعملهمش دور تحفيظ قران؟ ليه ما نعلمهمش العلوم الشرعيه؟ ليه ما نعلمهمش الاسلام؟ ليه ما نعلمهمش الاسلام؟ انا اذكر في الاسكندريه كان هناك كنيسه كبيره تفتح، كنيسه كبيره كانت تفتح، فاتى لافتتاحها شنوده، جيب نفسه يفتح الكنيسه، كنيسه ضخمه جدا. فالمهم بعد ما دخل عمل ثلاث لقاءات، صلى بالناس زي ما بيصلوا شعوذه ما انتوا فاهمين، وبخر بخر بخر، خلصوا القصه بتاعته. بعد كده هو اتقعد مع القساوسه ربع ساعة نص ساعة، خلص وقلب. وبعد كده هو قعد ساعتين مع أطفال الكنيسة، ساعتين، نص ساعة مع كبار رجال الكنيسة، نص ساعة صلوات، وساعتين مع أطفال الكنيسة. ليه؟ لأن هو ده الجيل، خد بالك، ده هو ده جيل شنودة اللي بيرفع الصلبان دلوقتي، هو ده الجيل الارهابي، هو ده الجيل اللي هو عمله، اللي متدخل في السياسه. فاكر انت اذا ضربك على وجهك الايمن فاذن له خدك الايسر؟ الكلام ده كان زمان، كان زمان. دلوقتي لا، دلوقتي بيرميك بالحجاره وهيضربك بالنار ويرفع في وشك الصليب. هي دي التربيه، هي دي نتيجه ان يزورهم ويقعد معاهم ساعتين. اهتمام بالاولاد، احنا بنهتم بابنائنا. العيال بتقع في الشارع، لا حد بيقول لها احفظي، ولا حد بيعرفها الاسلام، ولا حد بيعرفها الدين، وبعدين يرجع عيالنا تعبانين، لا صلاه ولا عباده ولا طاعه وانحراف. اذا دور الشباب يمكث في بيت الله عز وجل، يجيب الناس من الشارع يعلمها. علم كل الطبقات، الصغير الكبير. العلم يا اخواننا هو الذي يقودنا، هو الذي يحركنا، هو الذي يتم النجاه به، والذي يبذل العلم له الدعوات والبركات. إن الله وملائكته
لا يصلون على معلم الناس الخير حتى الحوت في قعر البحر. الله عز وجل يرحمك يا من تعلم الناس الخير. الملائكة تدعو لك يا من تعلم الناس الخير. بل الحيتان الأسماك في قعر البحر تدعو لك تستغفر لك. إذن لابد أن نبذل جهدنا مع الأبناء داخل المساجد وفي الشوارع وفي الأندية وفي كل مكان نعلمهم ونعبدهم لربنا تبارك وتعالى. نقيم الدروس داخل المساجد لنعلم أبناء قريتنا. الشيخ الكبير والأخ الذي يأتي من عمله مرهقا متعبا من يعلمه؟ نريد أن ننشئ دروسا في مساجدنا نعلم كل الناس الدين. لابد أن نطور الخطب التي نخطبها في مساجدنا حتى تكون خطب نافعة. خطب نافعة تعلم الناس وتنقذهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا الإخوة تعد الخطب إعدادا جيدا. والذي لا يعرف الخطابة يتعلم ويتدرب. نريد أن ننتقل إلى العالم بأسره. نخطب هنا ونعلم هنا ونعبد الناس هنا. الدور الاجتماعي. الناس في حاجة إلينا ونحن في حاجة إليهم. لابد أن نشعر ببعضنا البعض. جارك فقير، جارك مسكين، هذا يحتاج. لابد أن يكون من الشباب من يعرف هؤلاء الناس ويعرف أحوالهم واحتياجاتهم ويحاول توفيرها بقدر المستطاع. إذا مرض فينا رجل نزوره ونعوده، إذا غاب عنا رجل نسأل عنه ونتفقده. ننشئ المحبة والمودة بيننا لأنها هي رباط عظيم. بل ونداء يوم القيامة، أين المتحابون في جلالي؟ أين يكون مقامهم؟ اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. المحبة، المودة، الإخاء، العمل لدين الله. ننظر كل سبيل يمكن أن ننشر به الإسلام ننفذه ونقوم به. شكرا شيخ مصطفى خيرا على هذه التوجيهات والنصائح الطيبة والموعظة المهمة والتذكير المفيد. ومع كلمة الختام لأخونا الدكتور أحمد جميل. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله شيوخنا خيرا على ما قدموه لنا من نصائح وتوجيهات وعلى ما بذلوه حتى يصلوا إلينا في هذا المكان، فجزاهم الله خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني أقول هناك سؤال يدور في رؤوس كثير من الشباب، ألا وهو هل السلفية منهج أم حزب أم جماعة؟ نقول أولا، لماذا يدعو علماؤنا إلى هذا المنهج؟ ألا وهو فهم الكتاب والسنة أو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هل هم اختاروا الموضوع ده بعقولهم وذكائهم واختيارهم، أم أنه أمر الله جل جلاله وأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الجواب الكتاب والسنة هما اللذان أمرانا باتباع الكتاب والسنة من خلال فهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا يعني يبين لنا أن الله عز وجل ارتضى هذا المنهج. فيا من تسعى لتنال رضا الله فهاهم الصحابة رضوان الله عليهم. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس في ماذا يا رسول الله؟ أفي الحسب أم في النسب أم في الجاه أم في المال والأولاد؟ كلا كلا، لا في القبيلة ولا في النسب ولا في الحسب، ولكن في العقيدة، في العمل، في السلوك.
كانوا خير الناس، كانوا هم العلماء، هم الفقهاء، هم القادة، هم السادة، كانوا أحسن الناس اعتقادا، كانوا أحسن الناس تعبدا، كانوا أحسن الناس علما وعملا، كانوا أزكى الناس وأطيب الناس، وكانوا أحرص الناس على هداية الناس. لذا وجب اتباع هذا المنهج، منهج الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فيا من تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى اتبع هذا المنهج، فإنه لا سبيل سواه. قال الحق جل جلاله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. طب لو حصل العكس، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا يمثل ويجسد الواقع الآن، لأننا تولينا عن منهج الصحب الكرام فكان الشقاق، ولكننا لو أردنا الهداية، لو أردنا الاجتماع، فعلينا أن نؤمن بما آمن به الصحابة. أخي الحبيب، في كل ركعة من ركعات الصلاة تقرأ بسورة الفاتحة أم القرآن، تطلب من الله جل جلاله أن يجعلك ممن يهتدي إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هل تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أول من أنعم الله عليهم في هذه الأمة؟ كانوا أفهم الناس لكتاب الله، كانوا أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا وجب اتباع هذا المنهج، اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم، حتى لا يحدث في الأمة فرقة. فمنهج الصحابة جملة معصوم بإذن الله سبحانه وتعالى. لسنا معنى ذلك أننا نغلق باب الاجتهاد، كلا كلا، بل علماؤنا يعلمون نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فباب الاجتهاد مفتوح لمن جمع أو لمن حصل شروطه وقيوده وضوابطه. ولكننا حتى نضبط المنهج لا بد أن نتبع الصحابة في فهمهم وفي علمهم وسلوكهم. لو طبقنا الإسلام كما طبقه الصحابة لما خاف أحد من الإسلام، ولو طبقنا الإسلام كما طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدنا أحدا يخاف من الإسلام. على أحد القنوات الفضائية واحد اتصل فبيسأل سؤال عجيب أوي، بقول له: يا مولانا، أنا الوقت باخد 300 جنيه معايا زوجة وأولاد، فبضطر ان انا يعني ايه اصرف نفسي، اسرق من هنا او يعني تحت الترابيزة، فلو انتم مسكتوا الحكم يبقى كده ضعنا، هعمل ايه بقى ساعتها؟ يبقى خلينا مع الجماعة دول احسن. فده السؤال الاول. وقال لك السؤال الثاني: زوجتي بتروح تشتغل ومع ذلك برضو مش مقضيين، فانتوا لما تمسكوا الحكم اللي هتطلع من بيتها كما يتصور الجهلاء هنتبعها ونقطع رقبتها؟ كلا كلا. فنقول له الجواب ببساطة: يا أخي الحبيب، لو تولى أهل الحق الخلافة أو تولى أهل الحق الأمر لكان الرحمة والسماحة والعدل بإذن الله عز وجل. أول حاجة سيقف نزيف السرقة، ده نزيف دمر الأمة مليارات. يعني كنا زمان نظن أن المليونير غني، ده طلع فقير قوي. ده المليارات اللي بتسمعها في الجرائد لا تحصى ولا تعد. لما يتولى أهل الحق ذلك اوقف هذا النزيف، سيعود هذا بلا شك علي، وتكون الخير لك بإذن الله سبحانه وتعالى، سيكون الغنى لأهل الحق ولأهل هذا البلد بإذن الله سبحانه وتعالى. أليس في عهد عمر بن عبد العزيز نادى منادي عمر: هل من فقير يأخذ الزكاة؟ لم يوجد فقير. يا اخوانا، عمر بن عبد العزيز الذي يضرب به المثل في العدل لم يحكم سوى 29 شهر، وأقام العدل باسم الإسلام إن شاء الله. فعاد المنادي: مال كثير، فكيف ننفقه يا عمر؟ فقال: عد، هل أحد يريد أن يحج ولا يستطيع؟ فنادى المنادي: فحج الناس الذين لا يستطيعون. ثم عاد: المال في بيت المال. فنادي: هل من شاب يريد الزواج ولا يستطيع؟ طبعا الجواب الآن كتير جدا، فتزوج الشباب، وكذلك المال في بيت مال المسلمين. سبحان الله، هو ده الإسلام، هو ده حكمه رحمة ونعمة.
يا إخوتا، لما دخل أمير من أمراء المسلمين بلدا ولم يمهلها ولم يعرض عليهم الإسلام ولا الجزية ولا القتال، بل اقتحمها عنوة، فلما علموا أن الإسلام في خطوات في نظام لا بد من عرض الإسلام، لم يقبلوا الجزية، لم يقبلوا القتال، فأرسلوا إلى أمير المؤمنين عمر بذلك. فدخلوا البلد ودي لم تحدث في تاريخ أمة من الأمم إلا أمة الإسلام، أمة العدل، أمة الرحمة، أمة السماحة. قالوا ده القائد بتاعك اقتحم البلد بتاعتنا وانتوا في دينكم مفيش كده. فأرسل عمر رسالة أن اخرج فورا بكل جنودك ورجالك. خرج هذا الرجل بكل الجند ولم يبق رجل واحد. عجب الناس الكفار وقالوا هذا دين حكمه رحمة ونعمة، ودخلوا في الإسلام. هو ده الإسلام الذي نطلبه، وهذا هو المنهج الصحيح الذي ندعو الناس إليه. فالرجل اللي بيظن أن لما الإسلاميين يتولوا الحكم سيكون هذا يعني الفساد وهذه السرقات، كلا كلا، حتى لو وقع إنسان في جريمة من الجرائم، هب مثلا الزنا، لا بد من شهود أربعة وأن يروا يعني الفاحشة رؤية تامة، فتبالك، ويكون من الثقات العدول. لو أتى ثلاثة، مش هقول لك ثلاثة من أعدل الناس أو من الصحابة، لأنه لا، سوف إذا أتى ثلاثة وكانوا من أعدل الناس وشاهدوا على رجل وامرأة بالزنا ولم يأتوا بالرابع، يحد حد القذف. انظر يعني تحصين وإضراء الحدود بالشبهات. لا، ده أنا أقول لك قصة من أعجب ما تسمع. الذي ارتكب الفاحشة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ماعز، يا رسول الله إني زنيت. خيال بقى، يعني مش شهود هنطعن فيهم ولا ده هو صاحب الجريمة صاحب المنكر، يا رسول الله إني زنيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك فخذت، لعلك قبلت. لا، إني زنيت. حد يشم بقه كده، فمه لعله سكران فيشم فمه، لا ليس بسكران. طب اذهب النهارده بكره وبعد، ما هذا إضراء الحدود بالشبهات. لابد من التوثق يا إخوتاء. إقامة الحدود التي لا تمثل يعني 5%، ليست يعني كما يظن الناس ان اول ما تشوف واحد يخرج من بيت رجل غريب نقول تعالى اجلدوا 80 جلدة وغربوه عام، او لو متزوج هنرجمه حتى الموت. كلا كلا، ده عمزة عملية في المخ. لو انت او لو الدكتور جاله واحد فيه يعني ايه دمل في اصبعه، سهل في دقيقتين يفتح له وخلصت القضية. ولكن واحد عنده ورم في المخ، او يعني الطبيب شك، هل هيقول له تعالى يوم ضربه على دماغه اغمى عليه يلا نفتح دماغه جيب الشنيور؟ كلا كلا، ده يقول له اعمل اشعه عاديه، اشعه تلفزيونيه، اشعه مقطعيه، اشعه رنين مغناطيسي، تحاليل ورسم قلب الى غير ذلك. هو ده بقى ايه الحدود. لا بد من التوثق، لا بد من التاكد، لا بد من اليقين، وهكذا. انما الانسان الناس متخوفه من الاسلام. ديننا دين الرحمه، ديننا دين العدل والسماحه. في الثمانينات، في الثمانينات قالوا تقنين الشريعة الإسلامية، فأرسلوا لأربعة من كبار القانونيين في فرنسا قالوا تعال ادرسوا الإسلام ده، ويعني ايه اعملوا لنا اي حاجة كده، قولوا الإسلام ده مينفعش، أصل الإسلام ده كان من 1400 سنة في عصر الإبل وإحنا الوقت في عصر الأبل، احنا طلعنا فوق في الفضاء والطيران والكلام ده، فشوفوا لنا النظام. درس هؤلاء القانونيون الإسلام دراسة وافية، وبعد شهر عقد مؤتمر صحفي كبير حتى يتكلم هؤلاء. جلس الأربعة على المنصة والصحافة العالمية جاءت تصور، فأول ما نطقوا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قام أحد الحاقدين والعلمانيين الذين أكل قلوبهم ذلك، إيه اللي انتوا بتعملوا ده؟ احنا جايبينكم تخرجوا الناس من الاسلام، ثم تدخلوا في الاسلام. فماذا قالوا؟ قالوا لقد درسنا دساتير العالم فما وجدنا كشريعة الاسلام ابدا. افحكم الجاهلية يبغون، ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله جل جلاله هو احسن الحاكمين، هو خير الحاكمين، هو احكم الحاكمين. شرع الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الا له الخلق والامر.
فلا خوف من الإسلام، فهو دين السماحة، دين اليسر، دين العدل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا طبق كما طبقه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سعوا في الأرض ليدعوا الناس إلى عبادة رب الناس. بسأل نفسي سؤال، لو الصحابة تكاسلوا وتقاعسوا عن الدعوة، احنا كان زماننا ايه؟ بنطوف وبنلف في معبد ايه؟ ابي سمبل، صح؟ ولكن الصحابة بذلوا، مالوش بقى احنا اتكلنا على الجهاد مع رسول الله، ولا ولا ولا، ضحوا وحملوا هذا الدين ونشروه. وانت الوقت كما سمعت من شيوخنا الافاضل، لا بد ان يكون لك دور. اول اختبار تبرع لدين الله عز وجل. اما نشوفك بقى هتعمل ايه؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة، اي حاجة ولو يسيرة تبرع بها وانفق في سبيل الله، انفق ينفق عليك. الم تسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص عن رجل من بني اسرائيل عجبا، رجل يقف بجوار بستان، خلي بالك، فيرى سحابة ويسمع مناديا ينادي اسق حديقة فلان، اسمه فلان الفلاني. فالرجل عجب، لازم اشوف مين صاحب القصة بالظبط. فذهب حتى سأل عن صاحب هذا الاسم، فوجده صاحب البستان. السحابة كلها فرغت ماءها في البستان، فقال يا هذا ما تصنع؟ قال لا اصنع شيئا، ولكني اخذ خراج الحديقة الثمر اللي بيطلع واقسمه اقساما ثلاثة، القسم الاول اضعه في الحديقة لازرعها مرة ثانية، والقسم الثاني اكله انا واولادي، والقسم الثالث اعطيه للفقراء والمساكين. حل اللغز اهو، انفق ينفق عليك. فيا اخي الحبيب، لا تخرج من هذا المكان وهذه المحاضرة حتى تري الله منك خيرا بانفاقك في سبيل الله. شارك ولو باليسير ولو بالكثير، ما تستطيع ان تبذله اثبت يعني حسن نيتك ان انت من الان ستكون داعية، ستقف على الثغر لتصد الهجمات عن دين الله ولتشر الحق وتبينه للناس ان شاء الله عز وجل. ولا اطيل عليكم واقول قولي هذا واستغفر الله لي. فعلا ناس كثيرين جدا، ليس على مستوانا نحن لكن على مستوى في اماكن اخرى يعني وفي مستويات اخرى، يعني يخافون من الاسلام، يفكروا ان هو الاسلام يقام الحدود على طول، ما يعرفش ان الحدود دي حاجة معدودة كده، يعني ينسى التراحم وينسى العدل وينسى المساواة وينسى الخير. لان الله تعالى حينما انزل الناس الى الارض، انزل ادم عليه السلام الى الارض، قال فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلذلك أيها الأحباب، ليس على مستوى بلادنا، أو كيف نوحد الدنيا، كيف نوحد العالم الإسلامي بداية، لابد أن يكون لنا مرجعية الكتاب والسنة بالإيمان بالإسلام بالعمل الصالح بالتربية بهداية الناس باتفاق الأمة على منهج الإسلام. فلا يوحد العالم الإسلامي العلمانيون إطلاقا، ولا يوحده إطلاقا أي أحد إلا أهل الإيمان، إلا أهل العلم. كيف نتقي غزو الشيعة؟ كيف نتقي غزو الصليبيين؟ كيف نتقي خطط اليهود؟ لابد من اجتماع الأمة. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الحديث في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جسد واحد. الإمام ابن أبي جمرة في كتاب تهذيب النفوس يقول إذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجسد الواحد بالأمة، وأن فيها الروح اللي هو الدين والإسلام والإيمان. ثم هنا بقى تحدث الحياة بقى، لأن روح الجسد فيه روح،
فإذا لم يكن فيه روح فالإحساس فلا تشعر بأخيك ولا يكون هناك وحدة ولا تتألم ولا إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر لأنه ليس فيه روح. خدت بالك؟ ولذلك قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالروح هو كلام الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإذا صارت هذه الروح في بدن الأمة في الأمة كلها شعرت الأمة بالوحدة فانضم بعضها إلى بعض وتداعى بعضها إلى بعض. وأسأل الله تعالى أن يجعل الأمة كيانا وأن يجعل لها يعني قوة وأن يوحدها وأن يؤلفها. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وشكر الله لكم وشكر الله لمشايخنا الكرام وحضورهم وتعبهم. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.